كنت عايز اسال حضرتك، ممكن تقول لنا ليسته ايه الحاجات اللي ممكن تضر بنتفرج عليها بتضر بصحتنا النفسيه، وبرضو يكون ايه البديل ليها؟ يعني احنا عارفين دايما ان الفن ممكن يكون سلاح ذو حدين، مسلسل زي المسلسل اللي بنتكلم عليه، او ممكن يكون حاجه زي ما حضرتك قلتي مثلا فيها فن، في حاجه هتزود النولج بتاعتي ومعرفتي بحاجات جديده انا ما اعرفهاش. بص، هو طبعا لازم اقول لنفسي ان احنا بنتاثر بده، وبعدين لازم ما اضحكش على نفسي. ايه المتعه في كده؟ اتفرجت مره على عنف، اتفرجت مرتين، وبعدين ما هو العنف هو العنف. فلازم ان انا اقول لا، انا هختار ابقى مختلف، هختار ان انا انمي فكري، انمي مشاعري، انمي احساسي. وبعدين على الشبكات دي موجود انواع واشكال من التمثيليات الجميله جدا. فاحنا ليه نستعجل وليه نتفرج على حاجه لمجرد ان الكل اوكي ممكن اتفرج على حلقه اشوف الناس دي بتتكلم على ايه؟ لكن بشكل منتظم ومستمر والعدد ساعات كبير، انا شايفه ان ده مضر وتضييع للوقت. وزي الجيمز بتاعت البلاي ستيشن اللي كلها عنف وقتل، شباب كتير بيأثر عليهم حاجات زي دي. لدرجه وجدوا ان في اجزاء في المخ بتبقى نموها مش مظبوط عند الشباب اللي بيتفرج على حاجات او بيلعب جيمز فيها عنف. زي الجري ماتر وكده. فلازم يكون عندنا وعي ان احنا بالنسبه لنفسنا او لاولادنا، انا مش عايزه اتعكنن. انترتينمنت يعني ترفيه، يعني انا انبسط. صح. اللي يبسطني في ان انا اشوف ناس بتموت بطرق مختلفه. ده غير مقبول خالص. وانا نفسي ولو الناس دي بطلت تلاقي جمهور هيبطلوا ينتجوا شكل الافلام ديت، وهيقل العنف في العالم، لان العنف بيزيد مع الافلام ديت والحاجات ديت. طيب دكتور هالة، دلوقتي احنا لو احنا هنتكلم عن الاطفال، ايه مثلا عدد الساعات من ناحية النفسيه ان هم ممكن يتفرجوا على فيلم او على التلفزيون او على اي محتوى كويس؟ المده ممكن تبقى قد ايه في خلال اليوم؟ بص هو دلوقتي تحت سن 8 سنين ساعتين. تحت وبعدين سن 8 سنين ساعتين. ساعتين. انا بتكلم على الشاشات عامة. ما بتكلمش بس على تلفزيون او كده. موبايل، شاشة، تابلت، اي حاجة. بالزبط. المحتوى المرئي. بالزبط. تمام. لكن انا عايزة اقول ان الشاشات دي بتسرق عمرنا. فلازم ان انا انظم وقتي واحلم بتحقيق حاجات اتعلمها. كنا زمان نروح نتعلم لغات. ممكن نروح نتعلم موسيقى، في يعني في حاجات جميلة كتيرة قوي في الحياة غير ان انا اقعد متنح في شاشة. يعني ده تضيع عمر. حد بيسرق عمري ان انا ادخل على السوشيال ميديا واتخرج مين اتجوز مين وفستان فرحة حلو ولا لا. صح. الحقيقة طيب. الحاجات دي ما تخصنيش. مظبوط. طب يعني ما تكونش من اهتماماتي. يعني طيب يا دكتور، احنا قلنا دلوقتي، معلش عشان برضو سادة المشاهدين برضو يستفيدوا من حضرتك قدر الامكان، احنا قلنا تحت سن 8 سنين ساعتين. لو ممكن اخد مع حضرتك يعني ترتيب الاعمار لغايه سننا فيما فوق لل يعني للصحه النفسيه. يعني اتفضلي. هو بص، كل ما تقضي عدد ساعات اقل كل ما يكون احسن. يعني انا رايي ساعتين ثلاثه في اليوم ماكسيمم كل الشاشات. الحد الاقصى ساعتين لثلاثه لكل الشاشات، سواء موبايل، تلفزيون، اي حاجه مرئيه. بالظبط. لان الحياه فيها رياضه، فيها مقابلات. بالزبط. فيها بتصل اطمن على قرايبي، فيها حاجات كثيره قوي حلوه ثانيه، واحنا مفتقدين ده كله. مزبوط. فلازم نعترف بده ان احنا مفتقدين حاجات كثيره في حياتنا نتيجه تضييع الوقت ايام الشاشات. ولازم نعترف بيننا وبين نفسنا ان ده تضييع الوقت. وان ده خساره وقتنا ان احنا نضيعه قدام الشاشات. تمام. ميرسي لحضرتك جدا يا دكتور.